وهذا الدخول القوي لأول المنقيات التي تصل الآن إلى ميدان العرض والتي تحمل الرقم 314 اسم المالك فراج بن محمد بن فراج السبيعي راعي دهامات، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الدخول القوي، وما شاء الله على دهامات وعلى هذا العرض كذلك أمام لجان التحكيم وبهذه اللقطات الجميلة. رفاعي ابن مناحي ابن ناصر العجمي راعي طافحان، طبعا طافحان ولد الهارب وهو من سلالة رمان، طبعا سن الفحل شاق أكبر إنتاج ثنية. الآن إلى ميدان العرض تحمل الرقم 356 اسم المالك سعد ابن فارس ابن زبار أنفيعي، ما شاء الله تبارك الرحمن راعي الغاشم، وهذا هو إنتاج الغاشم يصل الآن إلى ميدان العرض. طبعا الغاشم هو ولد عويجين لإنتاج شرهان وشرهات راعيها فهد ابن فريج ابن راشد الدوسري، ما شاء الله تبارك الرحمن أفلح من ذكر الله. طبعا شرهان هو ملك للمشارك فهد ابن فريج ابن راشد الدوسري ابوه بعير الأمير متعب، سن الفحل المشارك رباع وأصغرها مفرودة واللي تصل إلى ميدان العرض، ومثل ما نتابع في هذه اللقطات ما شاء الله تبارك الرحمن فيه المفرودة إلى كذلك الحقة واللقية، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الدخول القوي. طبعا لديه العديد من الإنجازات مناحي بن محمد ابن فهد على الشامخات وعلى الشامخ وانتاج الشامخ وافلح من ذكر الله على هذا الدخول القوي لفهد أو لمنقية فهد ابن مجعد ابن فهد الدوسري. طبعا الشامخ سلالة رماني ما شاء الله من سلالة رمان، هذه السلالة المعروفة من الفحل سلطان الشقح وإنتاجه اللي يحضر الآن إلى ميدان العرض، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الدخول القوي وعلى هذه المنافسة اللي اليوم قوية في شوط فئة الفحل وإنتاجه، مسك الختام ختام أشواط الفحل وإنتاجه في شوط فئة الفحل وإنتاجه في لون الشقح ختام الأشواط ومسك الختام ودخول قوي لهذه المنقية التي تحمل الرقم 275 لمضيمات لعمير ابن فهد ابن شنار القحطاني، ما شاء الله تبارك الرحمن وبكرتين مستعارة من ملاك إبل ومن إنتاج النادر لذعار بن مناحي ابن مبارك الدوسري. اليوم العروض كانت جميلة وكانت قوية وكان الشوط حامي في شوط الفحل وإنتاجه. وصول الآن للمنقية التي تحمل الرقم 118 لمحمد ابن سفر بن عاضه البقمي راعي العقابيات، وهذه تحية الجمهور، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الدخول القوي الراعي العقابيات والمنقية العقابيات